السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين وعزيزاتي المشاهدات في هذا الفيديو الجديد اللي تنتمنى من خلاله أنه يلقاكم بأحسن صحة وعافية وتكونوا إن شاء الله كاملين بخير وعلى خير. فدائما كيف ولفنا وكيف العادة ما نساوش نبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على سيدنا محمد، وبالضبط في هذا النهار ديال الجمعة ما تنساوش الفضل على الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وثاني حاجة بطبيعة الحال ما نساوش أيضا ونبقاو في هذه الفتره اللي هي ديال الامتحانات ندعيو مع وليداتكم وليدات سائر المسلمين، فالله ينجحهم والله يسر لهم في الامتحانات ديالهم ان شاء الله وتفرحوا بهم كاملين. بالنسبه لي غنحاول نشارك معكم واحد الفيديو اللي فيه عروض اللي هي خاصه بعيد الاضحى والعيد الكبير. فهاد العروض راه كاين الجمعه الجايه نهار 9 شهر 6. بالنسبه لهاد العروض كنت بغيت نشاركها معكم البارح، ولكن المونتاج ديال الفيديو كمل في واحد الوقت اللي كان يعني مشى الحال، بزاف ديال الناس ما غاديش تشوفوه. فاليوم غادي نشارك معكم الجزء الاولاني دابا ان شاء الله، والجزء الثاني غادي تلقاوه في العشيه في الليل ان شاء الله. فبالنسبه للعروض راه كلها وطنيه وكاين عروض متنوعه وكثيره، فشوفوا معايا الجزء الاولاني والجزء الثاني كيف قلت لكم غنشارك معكم. فحاولوا ان شاء الله تكونوا في الموعد باش هكا تستافدوا اكثر واكثر. اول حاجه غادي نتكلموا عليها، فكاين معنا واحد المجمد، واحد الكونجيلاتور اللي هو اوريزونتال، فهذا ماشي ديال المجوره كيف كانوا كيجيبوا ديما. بالنسبه لهذا فالباب ديالو كيتحل من التحت للفوق، وبالنسبه لا ديمونسيون ديالو فعندو واحد الديمونسيون بحال الشكل ديال الماكينه ديال الصابون اولا لا ماشينا فيسيل، فعندو تقريبا نفس لا ديمونسيون، فيه 58 على 53 وبالنسبه للعلو فيه 86 سنتيمتر. بالنسبه لهذا السعه ديالو شحال كيهز، فهذا كيهز 104 ايترو. الاستهلاك ديال الضوء على طول العام فما كيستهلكش بزاف، كيستهلك 173 كيلو واط في العام ديال الضوء، دونك ما كاينش استهلاك لي كبير. فاللون اللي جابوه فيه هذه المره فجابوه في البيض، لا مارك ديالو ديال هوم ماكس اللي هي معروفه عند بيم، والثمن ديالو جابوه ب 1800 درهم يعني ب 36000 ريال. فهذا هو الثمن باش غادي تلقاوه ان شاء الله في جميع محلات بيم المغرب. بالنسبه للفرق ما بين هذا وديال المجوره، فهذا الناس اللي كياخذوه بزاف، سيرتو الناس اللي مثلا كيحطوا واحد الحاجه وتينساوها يعني ما تيستعملوهاش، يعني ما كتكونش الاستعمال ديالها قريب. بالنسبه لديال المجوره فكيكون الاستعمال يومي، فهذا كيكون احسن ليهم. بالنسبه لهذا كيف قلنا الناس اللي كيبغيو يخبيو الحاجه لواحد المده اللي هي طويله. هنا ايضا كاين معنا حتى الثلاجه، فالثلاجه هذه ديال تاهي ديال هوم ماكس، ثلاجه كبيره كيف كتشوفوا في العلو فيها 1.72 متر، في العرض فيها 60 سنتيمتر. بالنسبه لهاد الثلاجه هذه باش نتكلموا على السعه ديالها شحال كتهز، فبالنسبه للثلاجه يعني لتحت ديالها فهادي فيها جوج بيبان، فالباب التحتاني يعني ديال الثلاجه لتحت فكتهز تقريبا 239 ايترو. بالنسبه للفريغو فكيهز 71 ايترو، ففي المجموع فيها 310 ايترو اللي كتهز. بالنسبه لهاد الثلاجه راه ما تديرش الثلج، فهادي السيستيم ديالها ديال البخار، فيها واحد فونتيلاتور اللي هي تيربو، واحد فونتيلاتور اللي هي مزيانه. بالنسبه للاستهلاك حتى هي ديال الضوء، الاستهلاك ديالها عادي اللي هو 292 كيلو واط في السنه. وبالنسبه للثمن ديالها راه جات ب 4000 درهم، 4000 درهم يعني 8000 ريال. بالنسبه للون فراه فيها الكري كيف كنشوفوا دابا هنا في الصوره. الحاجه ايضا اللي نتكلموا عليها، فبالنسبه للزيطاجير ديالها راه كلهم ديال الزاج، فماشي بحال الثلاجات اخرى كيكون فيهم مثلا حاجه الطاجيره اللي فوق من الصندوق كتكون ديال الزاج، والاخرين كيكونوا على شكل ديال الشباكي. هنا ندوزو باش نشوفو واحد الكاتالوج اللي هو خاص بالاواني. فكاين معنا هاد الطنجره بالغطا، طنجره ديال 7.6 ايترو يعني نقولو 7.5 ايترو، بالنسبه لهادي كتجي ب 250 درهم اللي هي 5000 ريال. لا مارك ديالها ديال فيفالدي، فهادي كانوا جربوها الناس بزاف في داك البرمو بالكسكاس ديالها، فكانت كاليتي ديالها زوينه. بالنسبه لهادي كاتبين عليها ديال الاينوكس، فلا بغيتو تاكدوا من الاينوكس واش اينوكس 100% فحاولوا تاخذوا واحد العيار وتجربوه بها، يعني شفتوا العيار لصق راه ماشي اينوكس، ولا شفتوا العيار ما لصقش عرفوه راه اينوكس.
وكاين عاوتاني العيار مثلا اللي كيلصق، ولكن كيلصق خفيف كيقدر يطيح في اي لحظه، فهذاك كيكون اينوكس مخلط. فبالنسبه لهذيك كيف قلنا 250 درهم. كاين معنا ايضا حتى واحد البلاتفور اللي داير بحال الشكل ديال الطنجره، عنده الغطاء ديالو. بالنسبه لهذا فيه 34 سنتيمتر في القطر، تيجيب واحد الثمن ديال 150 درهم. فهذا كيف قلنا كيدخل الفران 150 درهم، يعني 3000 ريال. فكيف كتشوفوا في الداخل ديالو راه داير بحال الغوفيتمون ديالو ديال الجرانيت، وغادي كي راه ما كاتبينهاش واش فعلا ديال الجرانيت ولا لا. لا مارك ديالو حتى هو ديال فيفالدي. هنا كاين معنا واحد الماركه ديال بونيرا اللي هي معروفه ايضا عند محلات ديال البيم، خصك تشوف المقالي. فجات هذه المره بواحد الطنجره اللي هي كتبان شويه صغيره بالغطاء ديالها، الثمن اولا القطره ديالها فيه 20 سنتيمتر، الثمن ديالها جات ب 70 درهم. 70 درهم يعني 1400 ريال. حتى هذه تقدر تكون الغوفيتمون ديالها من الداخل بالجرانيت. من بعد كاينه معنا واحد الطنجره بالغطاء، فهاد الطنجره هذه حتى هي ديال فيفالدي اينوكس. بالنسبه للقطر ديالها فيه 26 سنتيمتر، هذه كتهز 3 ادرونس، الثمن ديالها جات ب 200 درهم يعني جات ب 4000 ريال. فندوزو ايضا نشوفو باقي العروض. فكاين معنا حويجات اخرين مازال متنوعين. وبالنسبه للكتالوج الثاني راه كاين فيه مثلا لا ماشينا فيسال، فيه حتى واحد العجانه، وفي حويجات اخرين اللي غنشوفو ان شاء الله ملي غادي نبريزونطيه لكم ان شاء الله في العشيه. فهنا كاين معنا واحد مجموعه ديال خمسه ديال المواس. بالنسبه لهاد المواس كتبان لي ديالهم ديال البلاستيك، ما ذاكرينش واش اينوكس ولا لا، وكتجي معاهم السيبوره ديالهم، فكيجيو بواحد السيبوره كيبقاو ديما مجموعين، الشكل ديالها زوين. فبالنسبه لهاد المجموعه كتجي ب 150 درهم اللي هي 3000 ريال. من بعد كاين معنا واحد لوح تقطيع زائد جوج ديال المعالق، بالنسبه لهادو كلهم ديال البامبو. بالنسبه للوح ديال التقطيع ففيه الشكل ديالو مستطيل، وفيه تقريبا 33 على 23 سنتيمتر. فبالنسبه لهاد المجموعه هادي اللي هي فيها كيف كتشوفوا ثلاثه ديال لي بياس، فجات بواحد الثمن ديال 50 درهم اللي هي 1000 ريال. وهنا ايضا كاين معنا حتى واحد الغلاي اولا مقراج، مقراج عادي، فهذا ديال الاينوكس كتبين عليه بما انه ديال الاينوكس. الثمن ديالو جاب 100 درهم، 100 درهم يعني 2000 ريال. وبالنسبه لهذا المقراج كيهز جوج ليترو. نمشي نشوفوا ايضا باقي العروض. فكيف قلنا بالنسبه للناس اللي بغيو يجربوا الاينوكس، حيت كيف كتعرفوا دابا كلشي كيكتبوا لك بما الحاجه راه اينوكس، ولكن ملي كتمشي تقلبها بطبيعه الحال ما تتلقاهاش 100% اينوكس. قلت لكم حاولوا تجربوهم بطريقه ديال العيار، فكتبقى الطريقه كتبين لك واش اينوكس ولا لا. هنا كاين معنا ايضا واحد المنشار، بالنسبه لهذا تيجي ب 23 درهم. فهذا غالبا ما دائما ما تيجيبوه في الفتره اللي كيكون فيها العروض ديال العيد الاضحى. هنا كاين معنا ايضا حتى واحد مجموعه ديال ثلاثه ديال المواس زائد المطايه ديالهم، اربعه ديال لي بياس. بالنسبه لهادو كلهم اليدين ديالهم ديال البلاستيك، الثمن ديالهم جاوا ب 40 درهم. 40 درهم يعني 800 ريال. بالنسبه لهاد المواس هادو خديتوهم مثلا ديطاي في الاسواق، فمثلا غير الموس الكبير تقدروا تاخذوه ب 35 درهم حتى 40 درهم بوحدو. هنا كاين معنا ايضا حتى واحد سكين حرفي ولا واحد الموس اللي هو بروفيسيونيل، فهذا في 29 سنتيمتر كيجي ب 40 درهم، حتى هو اللي ديالو ديال البلاستيك. كاين معنا ايضا حتى هاد الشاقور ولا ساطور، هذا في 10 على 20 سنتيمتر كيجي ب 45 درهم اللي هي 900 ريال. وكاين معنا ايضا حتى المضايه ديال الموس اللي فيها 3 في 1، الثمن ديالها جات ب 50 درهم. فكانوا هذوما مجمل العروض اللي غادي تكتشفوا ان شاء الله عند المحلات ديال البيم ابتداء من الجمعه الجايه. كيف قلت لكم هذا ما هو الا الجزء الاول، فمازال عروض اخرى كثيره ومتنوعه ان شاء الله اللي غادي نشوفوها في الجزء الثاني. فغير خليكم ان شاء الله في الموعد باش بطبيعه الحال تكتشفوا العروض بالشرح ديالها، وتنتمنى دائما ان هذا الشرح هذا يكون كيعجبكم. بالنسبه ديك المضايه ديال الماس اللي قلنا فيها 3 في 1، فهذيك جات غير ب 45 درهم، فماشي ب 50 درهم، جات ب 900 درهم. فتنتمنى هذا الفيديو هذا الشرح ديال اليوم يكون عجبكم بطبيعه الحال. فغادي نتلاقاكم ان شاء الله في الفيديو القادم من هنا العشيه ان شاء الله ولا بالليل، باش تكونوا ان شاء الله هكا مسالين وتتفرجوا فيه وتاخذوا راحتكم
طبيعة الحال وشوفوا الجديد اللي كاين، فكاين حويجات زوينين. وبالنسبه كتذكير الناس اللي مازال ما كيعرفوش القناه ديالنا، ولا الناس اللي مثلا ما تيوصلوهمش الاشعارات، فحاولوا ضغطوا على داك الجرس، حيدوه وتعاودوا تردوه باش هكا يبقى يوصلوكم الاشعارات ديال الفيديو. ومرحبا بكم بطبيعه الحال، ومرحبا بالناس الجدد اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالنا، ما تنساوش تشتركوا معنا وتفعلوا الجرس باش هكا دائما يوصلكم الجديد ديال القناه. فتلقاكم في الفيديو الجاي، ولقاكم بطبيعه الحال كاملين باحسن صحه وعافيه. الى ذلك الحين تنبغي نقول لكم دائما تبارك الله عليكم.